إيمان خليف تصنع أجواء لا يستطيع صنعها إذا الظروف في مبارياتهم حسنة. عندما رفع الحكم يدها اليمنى للإعلان عن فوزها، كانت إيمان خليف رافعة يدها اليسرى تتوعد ما شكك فيها وتنمر ومن أضمر الكيد. أما طريقة احتفالها بنيلها تأشيرة النهائي في أولمبياد باريس فكانت مميزة، وجيشت مشاعر الجزائريين، فبين احتفال ربع النهائي ونصف النهائي الكثير من الاختلاف، فبين البكاء والارتماء في أحضان مدربيها في الأولى، إصرار ورقص للنصر في الثانية، أما بينهما فخط رفيع شدت أطرافهما بحكمة إيمان خليف. الجالية الجزائرية كانت حاضرة بقوة لمساندة المواطنة إيمان خليف، انتظروا الدخول من أمام قاعة رولان غاروس بباريس، ودوت فيها 1-2-3 بيبا لالجيري حتى الزغاليد سمعت من بعيد وسمعتها إيمان خليف. كيف عشت أجواء منازلة خليف في النصف النهائي، وكيف تتوقع مجريات المنازلة الأخيرة؟